فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، أي شركا أصغر أو أكبر، لأن المشرك شركا أكبر لا تصح صلاته، والمشرك شركا أصغر ليس أهلا للشفاعة. فعلى هذا يكون المراد بقوله لا يشركون بالله شيئا، هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. وهذا يدل على استحباب تكثير المصلين على صلاة الجنازة. نعم.